انت هتعمل لنا ايه اكل؟ ريزوتو. اشمعنى ريزوتو؟ معناها اكله طلياني يعني. انا بحب اطبخ اكل طلياني واسباني طيب وشويه مصري. انت هتعمل لها ريزوتو بالمشروم؟ يس. طيب المقادير زي ما انا ده رز اسمه اربوريو رايس اللي هو بتاع الريزوتو، لازم يبقى رز مخصوص. شورت جرين اللي هو الحبايه بتاعته قصيره مش بسماتي، لازم يبقى فيه نشا اكتر من أوكي. عادي. وفي بصل ومشروم، زبده، اوريجانو، ثوم مش كتير، ريحان، وبارميزان تشيز. طب يلا هتبتدي بايه بقى؟ هنعملها ازاي بقى؟ اول حاجه بنحطها الاول انت عارف زيت. انا من عشاق الريزوتو. بجد؟ والله العظيم. بس كمان وعايز اسال سؤال، وانت بتحط زيت انت اصحابك بيقولوا لك يا توتي توتي توتي؟ كل ده وتوتي ليه؟ لا يا تريش عليا سمعت سباني. لا مش قصدي والله، مش قصدي والله. التوم بصل الاول اوكي، بس بيدبل شويه كده، وتوم مش كتير، هو الاكله دي مش بتاعت توم قوي يعني. طب وانت هتحط حطيت زبده؟ لا لا حطيت رز. هتحط انت الزبده؟ اوليف اويل يعني. ممكن تتكلم مع عزومات؟ لا 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 زبده مش دلوقتي خالص. ده الرز ده كده شخص شخص بس؟ عشان اسمع عشان هو بينفش. ثلاثه مثلا اربعه عشان خطاب لا لا انا مش هاكل. في لولو انا ما باكلش. لا في انا هقول لك على مين. اوكي في لولو بس خلاص كده. مين تاني؟ انا رجعت انا كده. اعمل لقبيله يعني. القبيله كلها كريم يعني. الفكره كلها ان انت دلوقتي يبدا السخونه توصل للرز مع البصل والحاجات ديت، لغايه هتلاقي الرزايه بتبدا لونها يغير ويطلع أنا فيها. انا اروح السوبر ماركت اجيب رز اربوريو رايس. بس مش اي حد يا احمد بيعرف يظبط الريزوتو ده يعني. مش يعني في ناس بتروح مطاعم معينه عشان تاكلوا فيها مظبوط. ايه التكه بقى بتاعت الظبطه فيه؟ هنعرف لما. الفكره كلها ان انت بتعمليه مظبوط زي الترتيب المظبوط والتمبريتشر بتاعت الحله والمرقه، دي اهم حاجه. الحبايه بتاعت الرز بدا يطلع فيها خط ابيض كده. صح؟ خط ابيض. ده معناه الرز ده اخد بقى الهيت المحترمه اللي مستنيه ساعتها ايه؟ تاخد الشوربه. الفكره كلها في الشوربه؟ الفكره كلها ان انت ما تحطيش شوربه كتير. امال اعمل ايه؟ بتتحط على مراحل كده، لازم تفور الشوربه تبقى جنبك. طول ما احنا قاعدين اهو نعمل كده. انت لسه ما جبتيش سيره المشروم ولا الزبده يعني؟ ولا أكل... لسه لسه بدأت. دي اكله الصبر يعني. طيب يا عم الصبور صبر جدا عشان لو اكل ده بس بعد كده. تاني مره بتحط فيها الشوربه. في طريق في 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 مدرستين، في مدرسه بتحب تسير المشروم بره، وفي مدرسه تانية اللي انا بحبها اللي هي تحط المشروم على طول زي ما هو ناكل عشان ياخد ويدي بشكل ودي بس انت شكلك بتحب المطبخ اكتر ما بتحب الستات يعني. انت قد كده مركز ودقيق وكده يعني، فحبك للمطبخ وان انت عارف تعيش وبتطبخ لنفسك ومش عارفه ايه، فمخليك مأجل فكره الجواز ولا ما اتوجدتش لسه؟ لا لسه ما لقيتش حد يخليني ان انا عايز اعيش مع دي حاجة. على فكره اسطوانه قديمه قوي هتقلب اخبار قصص الحب. روحوا بقى جنب سوير. اسطوانه قديمه قوي بتاع انا لسه ما لقيتش البنت اللي تخليني اتجوزها. ايه؟ قولها ترجع بقى. طيب الزبده ديت بقى لها 10 سنين هناك. طب امتى تتخلى عن اخلاصك للهندسه وتخلص فقط للتمثيل وتروح تمثيل؟ اول ما معايا فلوس كتير. نعم؟ اول ما معايا فلوس كتير من اول ما معايا فلوس كتير من يعني الفلوس بتيجي من الهندسه مش من التمثيل. لا الهندسه عشان عشان شغلي يعني. اي ميك ماي بريد اند باتر. انت انتيريور ديزاينر ولا؟ انا اركيتكت بس بشتغل اكتر في انتيريور. مين المواصفات اللي تخلي اضرابك عن الجواز؟ بصي اقول لك على حاجه، هي الموضوع سهل قوي يعني. انا فعلا مشكلتي الوحيده ان انا مش عارف امتى. ليه بقى؟ لان انا لو سالتيني مثلا انت دلوقتي عايز ايه؟ انت دلوقتي مبسوط؟ انت دلوقتي عايز انا ساعات ببقى عايز اتنشن وساعات ببقى عايز سبيس. فلو انت سالتيني لسه بدري. احنا ما عندناش وقت. طب ثواني بس. ففي لحظه ما هتساليني طب انت دلوقتي عايز مني الاتنشن ولا عايز سبيس؟ هقول لك مش عارف. انت عايز تركز في التمثيل؟ عايز اركز في حياتي الاول وتستمتع بحياتك كده حر وحيد طليق. طبعا هو عامل اهو هنا ده. بس عايزين نحط حبه اهو. ما هو الاكل اهي قدامي 5 دقايق. قدامك 5 دقايق. انا ممكن ازود لك من اللي انت عملته. ايه رايك؟ طبعا انت مش هتقدمه كده. النسخه تحفه. النسخه انا بموت في الرز تحفه. هتدوقي ده وهتدوقي ده. انا هاكل. انا تاكلي يا سوسو؟ والله انا موكلاك يا مفيده المحامي بتاعي في الاكل.
بصي اهم حاجه بقى في الحبه الاخرانيه دي، على فكره انا عندي مشكله، ممكن تقلبي؟ طيب ممكن تقلبي لو سمحتي. انا عندي مشكلتين، انا طول الوقت في المطبخ بقلب مقلبتيه، وطول الوقت عماله بدوق لسهير الاكل. اهم حاجه لما تيجي تعملي الريحان يو كات ات وانس، يو تشوب ات وانس، يعني ان لو قطعتيه كذا مره، ودي الغلطه الرهيبه، بيقلب اكنه ايه. طب انت عندك صفحه على السوشيال ميديا للطبخ ولا برضه لا؟ انا بطبخ كده لمزاجي لاصحابي. اهم عارفه اللي هو بيقول لك بروزت، اللي هو بتبقى الطيبي عارف بينز كده زي الملوخيه، فيبقى ثابت. الفكره كلها انت عامله ايه بقى؟ عامله كده محتفظ بشكله وبتركيبته اللي جواه، يعني فايدته وتلفيه زي السيجار كده اكنه سيجار. اني تشوب ات وانس كده، والناكل ده يحفظ البتاع ده وما تعيدش بقى. فنان فنان والله، وانا هدوق اهو. اكل وفن وهندسه، يعني واخد انت شعار الزمالك. شعار الزمالك، ايوه. انا هسيبكم انتوا الاثنين، يعني احنا كويس زي زمان زي بعض. انا هاكل، انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا ايه، تاكلي بس من الفريش ده لسه. ما انا هاكل، باكل في كل الانواع. بس بصراحه ربنا برضو عايز اقول النادي الاهلي في طبعا عمل شغل حلو، عمل شغل حلو ان شاء الله ربنا يوفقه يوم السبت. لا بجد الاهل اللي هو بتحس فيه بالروح، بتحس فيه باراده باداره. لا بجد الاهلي حاجه تبسط وفخر المصري بجد، يعني المره الجايه يعني انا بشجع الاهلي طول ما هو بيلعب خارج البطولات المحليه، ببقى اهلاويه صميمه كلنا ومتعصبه، كلنا بنشجع الكره المصريه يعني بره الزمالك. بحب اللعبه، ايوه ما احنا كزملكاويه ليه زملكاويه؟ عشان بنحب اللعبه الحلوه. طب يا عم زملكاويين انا بقى انا بس هديك وعد ان المره الجايه انا اللي هطبخ لك. شوف انت عايز تعمل ايه. اتمنى اقعد انا هنا نتكلم انا والاستاذه سهير، اضمن ان انت مش هتاكل. افتكر ان انا كنت واقفه بساعدك. انت عايزيني اساعدك؟ داخل على طمع. انا هطبخ ممكن، بس ايه اهم حاجه بس ايه الشغلانه دي انا ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل لسه. ليه؟ عارفه ليه؟ عشان انت الشوربه منفوض فيها في الاول قبل قرب النهائي، وحطيتي جبنه كتير لازم ايه؟ غالبا مش هحتاج. غالبا انت جوعت؟ طيب احمد انا بشكرك، ميرسي جدا، والاكله كده كملت وادي الشكل النهائي ليها. بس انت ليك في الابراج يا احمد؟ احمد ليك في الابراج؟ تحب تقعد معانا في الابراج؟ جدا. احنا عندنا فقره مهمه جدا جدا لبرجك هذا الاسبوع، وهلا رجعت لنا تاني. انت قوس، فتشوف القوس وفبراير. هنشوف لك الاسبوع اللي جاي امتى. تابعونا احنا بعد ما هنخلص من البرنامج، او هنخلص دلوقتي هنخلص من البرنامج. هنخلص دلوقتي قصدي اقول، هنطلع لكم على صفحتنا الستات. تابعونا لكن لحد ما نقابلكم، بنحبكم ونشوفكم بكره وحلقه جديده والستات.